السلام عليكم إخواني، سنرى اليوم حالة الشاهد. نبدأ بالمظهر الخارجي دائما. هذا مكان مخصص لحمل الآلة بالرافعة، وهو ده مخصص لخزان المازوت. نفتح الباب الأيمن للآلة، عند الأسفل هنا نجد مستوى الزيت لإضافة الزيت للمحرك، وهذا فلتر خاص به، وهنا في الأعلى فلتر الهواء. نذهب بالجهة اليسرى للآلة، كذلك هنا لحمل الآلة بالرافعة، كان مخصص لها. هذه قاطعة الكهرباء، هذا الستارتر، وهو ذاك من حيث تزيد الخزان الهيدروليك. نطلع إلى مصادر الأغمرة اليد. البطاريات، مستوى ضغط الهواء، هذه حرارة المحرك، وهذه خاص بالترانسميشن. هذه للأضواء الكاشفة والمنبه. هنا لسير الآلة إلى الأمام وللخلف، هذا مكبح، وهذه دواسة السرعة، مفتاح خاص لإيقاظ الآلة، هذه للتنبيه للغمازات اليمين واليسار. هنا خاص بالمبرد والمسخن للآلة. هذا المقبض طبعا دائما للرفع، يرفع المجرف للأسفل ينزله، ويمين ويسار لفتح وغلق المجرف. نوقظ الآلة، تنتظر دائما قليلا ثم توقظ الآلة. للآلة يصعد المجرف، للأسفل ينزل، يمين يفتح المجرف، يسار يفتح المجرف، ويسار يفتح المجرف، يمين يفتح المجرف ويسار يغلق المجرف. المسير إلى الأمام ويخف، ما عليك إلا الضغط على دواسة المسبح، هو ثم مبين إلى الخلف وإلى الأمام من الأراضي، تمشي فقط. منبه في الوسط، هنا خاص بمستوى الزيت الهيدروليكي للأسفل، وهنا في معرفة مستوى المجرف من كما ترى في الأعلى فهو في الأسفل أيضا مستوي.